السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برنامج أو تطبيق أو موقع التليجرام غني عن التعريف، وكلنا الحمد لله بنستخدمه. في شوية مزايا كتيرة جدا جدا فيه، فهو مثلا آمن، بيديني فكرة إن أنا أقدر أعمل شات مع الأصدقاء، في نفس الوقت أقدر إن أنا أقسمهم لأجزاء. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عامل مثلا دي مع الناس اللي عايز تتعلم برمجة للاطفال مثلا، ويمقسم لو حد عايز يتعلم مثلا تينكر كاد، حد عايز يعمل سكراتش، حد عايز يتعلم بايثون، فده بينظم. برضو لما يكون في شغل بقدر اقول مثلا ده المشروع الاولاني، ده المشروع التاني، ده المشروع التالت، عشان لو احنا بنستخدم الواتساب هتلاقي الرسائل كلها دخلت في بعض ودخلنا في قصص كتيره وكده، فبينظم لي الشغل. من ضمن المزايا برضو الجميله في التليجرام، ان لو انت عايز برنامج معين والسبب من الاسباب البرنامج ده مش موجود، مش قادر تحصل عليه، فكل عليك ان انت تيجي سيرش هنا وتدور على البرنامج اللي انت عايزه. مثلا بتدور على برنامج، مثلا هو اكيد انت تدور على برنامج يكون بفلوس، بس خلينا نكتب مثلا برنامج جيمب مثلا اهو، فتلاقي ان هو بقى موجود، ناس كتيرة رفعوه، فتقدر انت تبص عليه. خلينا ندور مثلا على الفوتو شوب، وتقدر تكتب الاصدار نفسه اللي انت عايزه، تمام. وهتدخل هنا هتلاقي فيه فولدرات ناس كتيرة حاطة البرنامج، تقدر تدوس عليه وتعمل له داونلود. مثلا برنامج الريفت مثلا اهو، هتلاقي ناس كتيرة حطاها، تقدر ان انت تحملها بكل الاجزاء. تقدر تقول له مثلا لا ده انا مش عايز 20 24، ده انا عايز 25 مثلا، فتلاقي ناس كتيرة رفعها، تقدر ان انت تحمل البرنامج لو انت عايز، تمام. فهو كنز الصراحة، بيديك ان انت ترفع ملفات بحجم كبير 2 جيجا، فممكن تقسم الملف على اجزاء وبيحتفظ بيهم، و ما فيش عليه الرقابة والرخامة اللي موجودة في بقية المواقع. فانصح باستخدامه بشدة عن الواتساب وعن بقية البرامج.